هرجع له مره تانية، وسؤالي ليه كان عن باهر المحمدي قبل كده، هو جاوبني عليه، لكن هل فعلا حد ابلغ في وقت من الاوقات مستر ريكاردو عن ان باهر محمدي في مفاوضات مع النادي الاهلي بخصوصه؟ نعم، ان هم مياتهم في لا، باسار ما اللي حدش فاتوا بتاع بلغني المعلومة دي ان هم اللي تم tinha conversado بيتفاوض مع comigo النادي que eu الاهلي gostaria بخصوصه. que ele quando tivesse condições de voltar a trabalhar comigo porque ele já trabalhou انا comigo no كنت passado حابب né da última جدا vez انه يرجع que يشتغل معايا في eu الفترة اللي estive جيت فيها، لان انا قبل كده الفترة الاولانية كان بيشتغل معايا فيها. طيب، في معلومة عندي برضو، ويمكن فكرة الاستغناء عن عبد الرحمن مجدي او محمد الشامي، ان مستر ريكاردو حضرتك كنت عايز تستغنى عنهم وده رفضته الإدارة. Não, não foi assim. لا، ما كانش É, الأمور eu كده. trabalho أنا بشتغل com مع produtividade. بصورة إنتاجية. Produtividade, ou seja, os jogadores que mais produzem são اللاعبين aqueles que mais اللي estão em campo vão بينتجوا jogar. أكتر جوه Aqueles الملعب que هم estão اللي em هيلعبوا، menor إنما condição اللي في vão para حالتهم o banco أقل e بيقعدوا vão على aguardar uma الدكة oportunidade, até que a ويستنوا الفرصة oportunidade بتاعتهم apareça. لغاية اليوم O اللي تظهر Xami فيه foi الفرصة dessa بتاعتهم. forma. شامي كان بنفس Xami الطريقة دي. estava شامي trabalhando muito كان forte, بيشتغل بقوة mas uma جدا، produção pequena. لكن إنتاجيته كانت Eu قليلة chamei o شوية. Xami e falei فكلمت pessoalmente معاه com ele, وكلمت معاه frente a شخصيا frente com ele. وجها Xami, لوجه، قلت له você شامي pode procurar clube que eu ممكن não تدور vou على نادي usar você nesse próximo لأن أنا مش campeonato. هعتمد عليك في Porque الدوري ده. ele é um atleta هو de لاعب muita força física, عنده قوة de بدنية muita كبيرة جدا، qualidade. إمكانيات كبيرة جدا، E naquele momento, no final لكن في do اللحظة campeonato دي passado, في نهاية الموسم اللي فات o resultado dessa força que ele fazia, todo نتيجة mundo المجهود colocava ele numa بتاعه produtividade muito grande. ما أصدرش E ele إنتاجية fez كبيرة في uma الآخر، coisa que depois وعمل eu dei como حاجة exemplo para o grupo todo. بعد كده Se اديتها vocês مثل estão للمجموعة lembrados, eu كلها. coloquei ele para jogar لو nos تفتكروا ان últimos انا دخلته jogos يلعب في na اخر equipe مباريات principal. في الفريق E eu الاساسي، citei isso numa reunião contra o Master de Porto Said, em كان في Alexandria. Eu falei: olha, مباراة olha o Xami, o exemplo que ele deu. بتاعت No momento المصري que eu في falei para ele que não ia بورسعيد utilizá-lo, في المحاضرة nasceu بتاعت um novo المباراة، Xami ali naquele في momento. اللحظة اللي قلت له فيها Ele انا مش lutou, هعتمد عليك، ele ظهر شامي batalhou, جديد في ele اللحظة não دي، se هو acovardou, حارب ele não se diminuiu. Pelo contrário, وبالعكس ما ele قللش foi buscar o مستواه، espaço dele دور على e المساحة mostrou بتاعته que ele tem ومركزه condições de fazer واشتغل فيها melhor do que صح، ele estava fazendo. وبين فعلا انه A يقدر partir daí يشتغل ele احسن passou a ter بكتير chances de من اللي jogar كان novamente. بيعمله، ومن Esse é o ساعتها critério que ابتدى eu فعلا uso. يلعب وكمل Sempre os اللعب. jogadores têm que buscar دايما sempre اللاعبين o ده اللي بحاول máximo, ادور عليه، اللاعبين trabalhando دايما no seu limite, يدوا اقصى حاجة porque é assim عندهم، que exige o time لاقصى do حد اسماعيلي. في الطاقة بتاعتهم، لان ده اللي محتاجه النادي الاسماعيلي وفريق الاسماعيلي. طيب، بخصوص اللاعبين اللي كان طلبهم من الدوري المصري، يعني هل يعني كان في حد معين او اسم معين كان طالبه النادي حتى الان، يعني او ما جابهوش في الوقت اللي هو كان فيه؟ هل في اسماء معينه كان طالبها بالاسم في الدوري المصري؟ Sim, كان في اسماء eu زي dei مين؟ alguns nomes, o nome de dois zagueiros. كان الاسماء Me اديت لهم desculpa اسماء اتنين os مساكين nomes, سيرد senão باك، o nome é لكن انا árabe. بعتذر ان الاسامي Quando falo só uma, duas vezes é difícil para mim. صعب ان انا Tínhamos um اتذكرها. lateral direito já كان في باك renovado para رايت vir, كمان، que queria vir de muito boa qualidade, كنت حابب ان يجي mas esses وعنده كواليتي jogadores عالية، ficaram só na conversa. لكن اللاعبين ده كان Vamos مجرد trazer, نقاش mas não بالنسبة trouxeram. لهم، لان هم قالوا هيجيبوهم وما تمش تعاقد معاهم. طيب، يعني اثناء وجوده مستر ريكاردو، هل كان في بعض اللاعبين اللي عايز يستغنى عنهم، حتى لو احنا بنتكلم ان هو لو استمر للموسم الكامل اللي هو الموسم الحالي لاخر الموسم، كان في لاعبين ما كانوش يصلحوا الاستمرار مع نادي الاسماعيلي، كان هو شايفهم ان هم ما يكملوش؟ كم لاعب؟ Sim, eu achei que vários jogadores انا شايف ان كان deveriam مجموعة من sair اللاعبين كان المفروض فعلا يتم e الاستغناء عنهم، que o nível apresentado era muito aquém لان daquilo que nós المستوى اللي precisaríamos. قدموه Bom, haja visto في que a الاداء equipe كان que estava اقل من lá اللي احنا كنا estava طالبينه brigando وكنا محتاجين para نوصل له. ir para a segunda divisão. Então, se os jogadores estão brigando para não cair, فاللاعبين اللي você tem بتحارب que pegar ان aqueles هي ما تهبطش melhores للدرجة e التانية aproveitá-los, كنا e os عايزين outros você tem que نستغلهم ونستغل الروح اللي عندهم دي، tirar para que eles encontrem espaço em outras equipes e وعايزين que a gente possa نطلع trazer الناس jogadores التانية que اللي somem توجد esse time مساحتها بتاعه. في Você الفريق imagina التاني. كم لاعب يا مستر ريكاردو كوانتو جوال؟ تقريبا، يعني كنت يعني Eu شايف ان sempre هم assino ما dessa يصلحوش forma. التواجد في نادي الاسماعيلي؟ Primeiro, os jogadores internacionais. اولا Eu اللاعبين achei que الدوليين o Piquet, o Chirongo,
شايف O ان Roman بيكيتي وشورونجو eram jogadores esforçados, ورومان mas لاعبين não tinham nível para jogar بيدوا no Ismaili. مجهود Esses três كبير، jogadores لكن هم كنت شايف ان internacionais, هم para mim, اللي يصلحوا للاسماعيلي. estavam no nível abaixo do شايف que ان é هو esperado كانوا para um jogador مستواهم internacional. غير Um jogador المستوى اللي كنت internacional que متوقعه chega no منهم من Inter لاعبين e um دوليين. jogador egípcio. اللاعبين Se fizer isso, الدوليين alguma اللي coisa تم está التعاقد errada. معاهم يبقى معناها E المفروض outros انهم jogadores يدخلوا da لاعبين seleção اساسيين também, ويبقى لهم تأثير no كبير، meu modo de مش entender, انه eram يقعد muito احتياطي jovens, على الدكة. precisavam sair para pegar mais experiência, انما para في depois voltar, اللاعبين e كانوا outros que محتاجين realmente كمان não انهم tinham يتم nível para اعارتهم، انهم jogar, e يكسبوا o خبرة nível estava um اكتر، pouco abaixo. وانهم يرجعوا تاني وبالخبرة اللي اكتسبوها من مشاركتهم في الفرق التانية ويرجعوا. طيب يعني واحنا بنتكلم على الاداره، هل في وقت من الاوقات تم تدخل الاداره او استاذ ابراهيم عثمان في عملك او في تشكيل اثناء تواجد حضرتك؟ Não, لا لا، não. Momento nenhum. Eu não ولا permito لحظه، isso. انا عامه ما Eu بسمحش jamais بكده. vou permitir que qualquer pessoa da direção venha interferir no انا meu عمري ما trabalho. سمحت في شغلي كله ان O que اي aconteceu حد من foi الاداره que يتدخل في eu شغلي. اللي كان encontrei بيحصل ان كنت situação muito بوجد diversa para مواقف desenvolver o meu مختلفه trabalho. ان انا Muito احسن diversa. بيها شغلي Você واطوره. para fazer, você está 15 dias de uma competição muito احنا importante 15 para o يوم Egito, في está منافسه muito مهمه جدا competitivo. اللي هي الدوري E aí você المصري اللي فيها trabalha num تنافس campo كبير جدا، que وبنشتغل في é ملعب 60 metros por 40, 60 متر في você não 40 consegue متر، fazer um trabalho مش tático. هتقدر تعمل شغل خططي Você não عليه، consegue desenvolver مش um هتقدر trabalho que تطور realmente شغل possa pegar esse grupo novo, né, que اللي chegaram aí ممكن 10, تاخد 12 بيه atletas المجموعة novos para compor الجديدة اللي grupo. وصلت Tínhamos que trabalhar num campo grande. وتدخلها في Então são مجموعة اللي essas موجودة coisas aí que بالفعل في digamos ملعب assim, مش على الحجم em الطبيعي، مش volta بحجم do كبير. trabalho do treinador, que não facilitaram muito دي أمور o trabalho. ما Mas o بتسهلش trabalho não شغل estava mal. المدرب، لكن الشغل ما كانش وحش. Qual desses aspectos, no بكل meu modo de الظروف entender, اللي o trabalho شرحتها não estava mal, e والنواحي a اللي gente ia شرحتها crescer, الشغل ما كانش as وحش، vitórias iam começar, e a وكان gente ia الشغل chegar num ممكن patamar. يوصلنا Agora, pela لمستوى minha أحسن história que eu tenho ويوصلنا contigo, لبعض أهدافنا. pelo histórico que eu já mostrei no futebol egípcio, que eu já mostrei no futebol da África, وأظهرت في com كرة dois القدم empates المصرية وكرة e uma القدم derrota, الأفريقية. sendo dois jogos fora de casa, احنا você ser تعادلنا demitido, مباراتين وتهزمنا eu acho مباراة، que isso ومباراتين منهم é كانوا uma بره falta أرضنا، de إن احنا يتم controle emocional, إقالتنا. é uma filosofia فهي errada que فلسفة você tem. E مش olha, no صحيحة في ano كرة passado, o القدم. que aconteceu com o Ismaili? Seis treinadores brigando para você não ser rebaixado. احنا Isso não é uma الموسم اللي filosofia فات correta. وصلت الإسماعيلي إنه يبقى بينافس على esse é o الهبوط. questionamento. Futebol, ele tem que ser profissional, não só do فكرة nome, القدم مش ele tem que احترافية ser بالاسم profissional بس، na لازم estrutura, تتم احترافها no فعلا que envolve في jogadores, الشكل alimentação, والكيان اللي departamento médico, بيضم اللاعبين diário, من todos التغذية، esses treinamentos, الجهاز الطبي، todos esses الرحلات، fatos interferem كل الأمور na اللي لها دعوة performance dentro do بالتمرين campo. أو الخاصة بالتمرين. طيب مستر ريكاردو، اثناء يعني انت بتتكلم على ان جزء عدم الاحتراف في اقالتك او ما حدث في بدايه الموسم بالنسبه للاسماعيلي، هل من خلال هذا الموقف، من خلال اللاعبين اللي انت شفتهم، هل تتوقع نادي الاسماعيلي هذا الموسم ينهي في المركز الكام؟ Olha, eu estou torcendo muito para o Ismaili انا عامه quando começar a بشجع crescer. جدا نادي Mas الاسماعيلي eu انه estou يكبر ويبقى torcendo مركزه احسن في os الدوري mesmos السنه دي. erros que aconteceram na temporada passada. Eu não quero que o انا مش Ismaili عايز الاسماعيلي sofra novamente com essa يعاني تاني زي ما عانى الموسم اللي فات، لكن انا مش شايف بعيني الامور دي هتحصل. Nós temos agora cinco rodadas e nós já tivemos no Ismaili três treinadores. Eu دلوقتي نادي primeiro, الإسماعيلي o Ricardo, que جاله outras ثلاث épocas, مدربين né, com outras administrações, في فترة قليلة. eu consegui desenvolver um trabalho أنا que eu قدرت acho que é أنمي tudo شغل، que a torcida gosta de mim. وشايف agora, إن momento, حتى الناس هناك بتحبني وتجاوبت مع شغلي. e quem vai pagar o preço ولكن احنا بنرجع تاني نفس الأخطاء لتغيير مدربين كتير، ولا يدفع ثمن اللي هو فريق الإسماعيلي، لأن مش الطريق الصح انك تمشي في كرة القدم. الطريق انك تخلق مناخ ما فيهوش استقرار بين اللاعبين وبين الجهاز الفني، ان في اي لحظة ممكن يتم تغيير الرأي بسرعة كبيرة جدا. طيب بالنسبة للمستحقات، يعني بعد الإقالة هل مستر ريكاردو حصل على مستحقاته؟ سي
Sim, fizemos vacia para o Mateus. فعلا Sem problema تم nenhum. Quero دفع reafirmar المستحقات كلها من غير a أي ação مشاكل. do Mohamed Kaleya, كمان que é uma الأستاذ pessoa محمد خليل كان fantástica, uma pessoa عمل íntegra تصرف ممتاز e جدا que إن هو فعلا resolveu حل لي موضوع todas as questões المستحقات كله. pendentes. E eu não tenho nada a falar nesse aspecto فأنا ما nesse عنديش campo حاجة atual. أتكلم عنها Mas isso não era o mais بأي importante شكوى para mim. بالنسبة Era o لفسخ mais العقد. importante تم era o Ismaili دفع num alto المستحقات nível, بالكامل، لكن num اللي bom بيهمني دلوقتي إن patamar الإسماعيلي e que يكمل يقدر في توصيل مستوى عالي للكأس. ويوصل للمركزة اللي يستحقه في الدوري. طيب مستر ريكاردو، يعني سؤال مهم جدا يمكن طبعا لازم اساله له بخصوص الدوري المصري او الانديه المصريه، مين او مين النادي اللي ممكن مستر ريكاردو اثناء تواجده فيه يقدر يحقق حاجات كتير من الانديه المصريه؟ Olha, eu participei de três campeonatos, três não, quatro, porque da última vez que eu estive lá, eu fiquei duas أنا temporadas. شاركت في أربع Eu acho que دوريات o في campeonato مصر. egípcio está bem أنا forte, شايف إن bem الدوري المصري equilibrado. عامة قوي Parabéns ومتوازن، às outras equipes. فأنا بهني Eu الفرق acho que كلها. temos grandes equipes شايف que إن podem في فرق في disputar مصر o título. كبيرة Acho تقدر que o تنافس على Ahly اللقب. أنا شايف إن الأهلي vem conquistando o campeonato com uma diferença muito لما grande أحرز de pontos بطولة do primeiro الدوري para o segundo colocado. بفرق كبير Eu acho بالنقاط بينه que وبين المركز esse التاني. campeonato أنا شايف إن tem الدوري tudo para ser في um كل campeonato حاجة mais عنده apertado, كل حاجة اللي mas as تخليه equipes podem almejar chegar lá na frente, assim تخلي como الفرق o تبقى Ahly عندها também, não só توصل لنفس Ahly المراكز primeiro المتقدمة زمان في وسيناء. الأول مع الأهلي والزمالك. يعني هو يعني النادي، انا بتكلم على نادي مستر ريكاردو يتمنى تدريبه في مصر ومن خلاله يقدر هو يحقق حاجة اللي يقدر فنيا هو يفيد النادي ده. Olha, eu vejo existem essas duas grandes equipes, né? Do Cairo, Ahly e Zamalek, que أنا شايف إن estão الأحسن com فرق طبعا excelentes treinadores. Pacheco فرق é هما meu الأهلي amigo. والزمالك، Nós não somos وفي amigos íntimos, mas a gente conversa bastante. الكابتن باشيكو مدرب الزمالك هو Treinador do Ahly صديقي، que إحنا chegou بنتكلم agora الفترة التانية، ومدرب الأهلي اللي موجود كمان da África دلوقتي do Sul. من جنوب Também eu أفريقيا، vi a سمعت equipe عنه jogando كمان. muito bem, jogando um grande الفرقة بتلعب campeonato. كويس أثناء Mas الدوري، eu sou profissional. لكن أنا E محترف. o que eu avalio رأيه إيه في mais do مستر que o موسيماني؟ fato. Vou terminar o meu raciocínio. Mais do que qualquer tipo de contrato financeiro, eu avalio a capacidade que أهم essas equipes conseguem من أي chegar nas قيمة primeiras تعاقدية posições. مادية، أهم Então, حاجة acho بالنسبة que لي Ahly, الـ Zamalek, الفرقة Piran, نفسها تكون فرقة عندها tem نفس boas الطموح إنها equipes توصل que você للمراكز pode pensar المتقدمة em أو chegar em تحرز primeiro ألقاب، lugar, com فهي certeza. الأهلي والزمالك طبعا من الفرق اللي بتحاول توصل للمركز الأول طبعا. طيب يمكن انت ما سمعتش السؤال، لكن خليني في الجزئية دي. لو اتعرض الأهلي والزمالك على مستر ريكاردو، اختار تدريب أنهي فريق؟ Eu sou profissional, vai أنا depender muito do محترف momento de cada um وهيعتمد que esteja أكيد عن jogando. اللحظة Eles agora اللي vão بيعيشها repetir كل os três فريق. treinadores. اللي في اللحظة Eu دي هبعيد não تاني إن penso nisso. الفرقتين Mas عندهم مدربين كويسين، ما بفكرش طبعا são dois فيهم grandes دلوقتي. clubes, dois grandes campeões هما do أكيد Egito طبعا e أندية do mundo الاتنين africano. كبار واتنين من E أبطال claro que مصر seria um وأبطال prazer أفريقيا، trabalhar com فأكيد طبعا ambos. هيكون شرف لي أشتغل في نادي من الاتنين. طيب بالنسبة لمستر موسيماني، من خلال متابعتك للدوري المصري والنادي الأهلي، رأيك في تقييمه أو تقييمه للفترة اللي فاتت بالنسبة لموسيماني، خصوصا أنه يعني طبعا على أرض الواقع كان بيتعامل مع النادي الأهلي ومن خلال طبعا تواجد موسيماني في الدوري الممتاز مع النادي الأهلي؟ Eu acho que é o último treinador, que chegou ainda há pouco, não é isso? Me desculpa, eu não sei muito bem o nome deles. Mas se for esse último treinador que chegou da África do Sul, هو eu gostei do que هو eu vi. Eu achei um الاسم time muito بيتأكد ان compacto, اسمه فعلا الكابتن من ofensivamente, جنوب افريقيا. defensivamente, هو as شايف انه transições بيعمل شغل ofensivas e defensivas muito rápidas, uma equipe فعلا muito consciente. هجومي ودفاعي Eu سريع gostei do que جدا، eu vi. وفي Está de parabéns o الخطوط treinador. بيقربها، فبيهني المدرب على شغله في التكتيكس مع اللاعبين. جميل. طيب عايزين بس النقطة المهمة والأهم في الفترة القادمة، إيه اللي شايف نادي الإسماعيلي محتاجه؟ أنا هرجع بقى النادي الإسماعيلي عشان يعدي المرحلة دي من الصعوبات اللي بيمر بيها. Olha, eu já falei أنا anteriormente, اتكلمت o قبل futebol كده mais إن كرة profissional القدم الاحترافية، e das pessoas que estão em volta dos jogadores. Não وخصوصا é من الناس admissível um tipo de اللي ليها administração تواصل مع اللاعبين. arcaica. Eu falo
das pessoas que convivem com os jogadores no dia a dia. أنا بتكلم عن الناس اللي بتبقى في تعايش يومي مع اللاعبين. Sejam temperamentais. لازم ما ينفعش ياخدوا قراراتهم مبناء على نتيجة أو نتيجتين، ده بيخطئ عدم استقرار بين اللاعبين، ولما عدم الاستقرار ده يكون موجود اللاعبين بيفقدوا الثقة، ومن الوقت ده هيبقى في عدم نجاح أكتر من النجاح. فالفرقة عندها إمكانيات كبيرة، تصنيفها كويس، عندها فرصة إنها توصل مراكز متقدمة في الدوري، لكن محتاجين الثقة. بس الثقة دي ما بتتباعش في الصيدليات، الثقة دي هي بتيجي من الأمان للاعبين، وبالثقة اللي بياخدوها من الناس المحاطين بيهم هي دي اللي بتخليهم يكسبوا الثقة، غير كده مش هتقدر تكسب أي حاجة. طيب من وجهة نظر مستر ريكاردو أثناء تواجده في الدوري ممتاز، بيشوف مين أفضل لاعب متواجد في الكرة المصرية في التوقيت ده؟ Eu diria que o Amr Shulayak. أقول عمر الشولايك هو لعيبي، هو بيلعب كرة كويسة جدا. عمر الشولايك دو أهلي برا مين. عمر الشولايك الأهلي هو بالنسبة لي هو مستوى ممتاز. جميل جدا. طيب يعني هكلمه على واحد بقى من نجوم مصر المحترفين في الخارج، رأيه في محمد صلاح يعني وتجربته الاحترافية كلاعب مصري ناجح في الدوري الانجليزي، بيشوفها ازاي؟ هل ممكن نشوف من خلال الدوري المصري واحد يبقى بنفس الشكل اللي صلاح عمله في الدوري الانجليزي او الدوري الاوروبي او الدوريات الاوروبيه؟ بالتاكيد. كرة القدم في مصر في تنافسية كبيرة جدا، في لاعبين كويسين جدا. شايف ان ممكن يظهروا محمد صلاح تاني بالتاكيد، لكن مهم ان حاجه تتعمل في نشاه اللاعبين، مش تعامل بس مع الكوره، كمان الحاله الذهنيه للاعبين. شايفين كرة القدم في مصر بتخسر قوتها بصوره كبيره بسبب الناحيه الذهنيه دي، اللي فقد التركيز ولما الامور والقرارات تتاخد على اساس المشاعر اللحظه او العاطفه دي بتاثر على تركيز اللاعبين. فالناس اللي بتشتغل مع الناشئين لو تبتدي تشكل عقليه احترافيه اكتر واقل عاطفه، فهيظهر اكتر بكتير محمد صلاح. جميل. يعني اكيد طبعا مستر ريكاردو تابع برضه لاعبي نادي الزمالك بمن فيهم مصطفى محمد وفرجاني ساسي واللاعبين، بيشوف فريق نادي الزمالك وبالاخص مصطفى محمد وفرجاني ساسي في حاله رحيلهم من نادي الزمالك، هل ممكن الزمالك يتاثر؟ olha isso é o tempo eu acompanhando de fora posso dizer que أنا لما بشوف من بره بقول هم لاعبين كويسين، لكن أنا ما أقدرش طبعا أعرف إذا كان بالنسبة للمدرب الزمالك هيبقى فيه مشكلة ولا لا. اللي أكتر واحد يجاوب على السؤال ده هو مستر باشيكو، اللي يقدر يعرف طبعا فرقته ويقدر يعرف محتاجة إيه. تقييمك ما بعد باتشيكو خسارة بطولة أفريقيا مستر ريكاردو، هل شفت إن باتشيكو كان المفروض ينهي الفترة دي مع نادي الزمالك وينتقل لنادي تاني، ولا استكماله مع نادي الزمالك بيجدد طموحه وبيجدد طموح النادي يعني من وجهة نظرك؟ لا شايف انه لازم يكمل طبعا في النادي بالتأكيد. الامور بتشتغل بالناحيه دي، مش بس عشان منافسه ما كسبهاش اللي يبقى العالم انتهى، لا مش كره القدم مش كده. لازم احسن كره في العالم فين؟ في اوروبا. في اي مكان في اوروبا شفنا تغيير المتواصل للمدربين، اللي يخسر اي مباراه او يخسر اي بطوله يتم تغيير المدرب على طول؟ بالعكس، الخروج المفاجئ ده بنخرج مدرب وبنجيب مدرب غيره، يجي المدرب الثاني
يكسب ماتشين ثلاثة ويكسب ويخسر الرابع نغيره. فالمسألة إنك إنك تشيل المسؤولية من على نفسك كمسؤول في النادي أو كمدير ده مش صح. أي فرقة هتقدر تعمل كرة قدم صحيحة لما تغير خمس ست مدربين في نفس الموسم؟ ما فيش ولا فرقة بتغيير المدربين ده تقدر تاخد مركز كويس في كرة القدم أو مستوى كويس في كرة القدم. يا مستر كاردو أنا بشكرك طبعا لتواجدك معانا النهاردة، ويعني إجابتك على كل الأسئلة الخاصة بنادي الإسماعيلي والأسباب وما حدث من خلال الإقالة اللي تمت، من يعني أنت بتتكلم على جزئية الواتساب، وبالتالي نتمنى طبعا نشوف مستر ريكاردو موجود في مصر لانه احد المدربين المميزين اللي قدم مع النادي الاسماعيلي في وقت من الاوقات اداء جيد، ولكن في التوقيت الحالي ممكن الظروف ما سمحتلوش ان هو يقدم نفس الاداء اللي كان موجود قبل كده. مستر ريكاردو طبعا المدير الفني لفريق النادي الاسماعيلي السابق، ونتمنى له طبعا التوفيق. هو متواجد طبعا في البرازيل من خلال هذا السكايب، بشكره شكرا جزيلا.